كبيرة عاشها سكان إمغدس ببلدية أكفادو بولاية بيجايا، حيث استفادت أكثر من 900 عائلة من الربط بشبكة الغاز الطبيعي. فرحة، الحمد لله. استخدم بعض الغاز الحمد لله. 960 عائلة وصلت لها الغاز الطبيعي، وهذا يعني فرحة كبيرة، يعني فرحة كبيرة وعارمة للمواطنين، لأنهم راحين يتخلصوا يعني من القرعة نتاع الغاز والمعاناة نتاع وجود هذا القرعة وكل شيء. العملية متواصلة والأشغال راهي منطلقة في كل بلديات. نزيد نقول للمواطنين اللي راهم ينتظروا في إيصال عمليات مماثلة باللي الأشغال راهي متواصلة، راح إن شاء الله نكمل الانتهاء من كل البرامج اللي راهي في طور الإنجاز. بلدية وادي غير هي الأخرى تعرف تقدما في أشغال إنجاز القطب السكني الجديد الذي أعطيت فيه إشارة انطلاق شبكة الربط بالكهرباء. دونك هذا المشروع عاد راه يبدا ينطلق اليوم على خط طوله 47 كيلومتر. كما راكم تشوفوا الاحتياطات راهم دايرين. كل هذه العمليات انطلقت في الميدان بالفعل، ما علينا الا يعني اليوم متابعه هذه المشاريع في الميدان، بحيث كانت هذا القطب 16000 سكن عباره على مشروع يعني فيه الى سكنات، واليوم نقول الحمد لله لانه كل مشاريع التهيئه راهي انطلقت. هي مشاريع تنمويه واعده تهدف الى توفير احسن الظروف المعيشيه للمواطن بولايه بيجايا.